معك شعبان، لو تضعنا في آخر تطورات المشهد الانتخابي، تفضل. مساء الخير ديما. تطورات كثيرة تحصل الآن. المرشح الديمقراطي جو بايدن يقترب من استلام مفاتيح البيت الأبيض، بايدن يقترب من الرقم الذهبي وربما أكثر. الأنظار توجهت إلى ولايتي جورجيا وبنسلفانيا. منذ دقائق فقط تم الإعلان عن تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في بنسلفانيا التي كانت لغاية ليلة أمس لصالح، الأرقام كانت تسير لصالح ترامب أو كان متقدما. منذ قليل آخر الأحصائيات تقول أن بايدن تقدم ب6000 صوت في بنسلفانيا، هذه الولاية التي تملك 20 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، وذلك بعد فرز نحو 98% من الأصوات. أيضا جورجيا كانت قد منذ ليلة أمس أتت بأرقام جديدة، حينما الإحصائيات والأرقام في الصحافة الأمريكية بدأت تتحدث عن تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في هذه الولاية الجمهورية التي هي تاريخيا ولاية جمهورية. الفارق الآن في جورجيا نحو أكثر من 1100 صوت لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن. في هناك ما زال نحو 14,000 صوتا في هذه الولاية بحاجة إلى العد، وكلما استمرت عمليات العد والفرز والإحصاء في هذه الولايات جورجيا وبنسلفانيا فإن بايدن يتقدم أكثر، يوسع الهامش أكثر. مع نفهم من ذلك أننا أمام ساعات حاسمة شعبان. نعم، خصوصا يعني أن الهامش يتقلص بين بايدن وترامب أو ساعات الحسم. بالضبط، صحيح ديما صدقتي. جورجيا، أود أن أشير ديما إلى أن جورجيا بغاية الأهمية. لماذا جورجيا تختلف عن بقية الولايات؟ لأن جورجيا جمهورية، لأن حاكم ولاية جورجيا جمهوري، لأن سكرتير ولاية جورجيا جمهوري. بمعنى أن فوز بايدن، تقدم بايدن، توسيع الهامش في جورجيا يقطع الطريق، وسوف يقطع الطريق على حملة ترامب وعلى الرئيس دونالد ترامب للإدعاء بأن هناك تزوير حصل. كل الجسم التشريعي القضائي حاكم الولاية غالبيته هم جمهوريون. هذه مسألة بغاية الأهمية، لكن يجب أن ننتبه إلى مسألة تتعلق بجورجيا. جورجيا تسمح بإعادة فرز الأصوات إذا كان الفارق في الأصوات نصف نقطة مئوية، بمعنى أنه إذا لم يكن أكثر من ذلك، إذا كان أكثر من ذلك فالأمور على خير على ما يرام. لكن إذا كان الفارق فقط نصف نقطة مئوية حسب القوانين المحلية لولاية جورجيا، فيحق للطرف الآخر إعادة فرز الأصوات أو طلب إعادة فرز الأصوات. هذه مسألة. مسألة الأخرى أن جورجيا تمتلك 16 صوتا في المجمع الانتخابي، جو بايدن يحتاج فقط إلى 6 أصوات، هذا يعني أنه سيتجاوز 270 صوتا. وإذا ما استمر في التقدم في ولاية بنسلفانيا سيستمر أكثر وأكثر، وربما مع نيفادا التي تمتلك 6 أصوات إضافة إلى أريزونا التي تمتلك 11 صوتا. هذا يعني أن جو بايدن سيحصل إذا حصل على هذه الولايات على 306 أصوات من أصوات المجمع الانتخابي، وهذا يتجاوز كثيرا الرقم الذهبي 270 صوتا. إذا ما حصل هذا السيناريو ديما، إذا ما حصل هذا السيناريو فنحن أمام تكرار لسيناريو الذي حصل في انتخابات 2016، حينما كانت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون تتقدم في الساعات الأخيرة على منافسها دونالد ترامب، لكن دونالد ترامب وفي ساعات قليلة قبل نهاية موعد الاقتراع
قلب الطاولة رأسا على عقب واستطاع الحصول على 304 أصوات من أصوات المجمع الانتخابي. نحن الآن أمام سيناريو يتكرر وربما ينقلب لكن لصالح خصم ترامب جو بايدن.